هل التعليقات لما يعني بصراحه عيشه الكيلاني دي غير عيشه الكيلاني اللي قاعده قدامي، والله حاسه ان حد تاني والله بجد. بس بكره مسلسل وتفرجي. هل انت حاسه ان انت فقدتي اهم مقوماتك؟ لا، اهم مقوماتي جوايا. انا بعمل مكياجي، ليه بيسيبوني اعمل؟ لاني بطلع الكاركتر ده. وفي اسماعيل ياسين سابوني اعمل، طلعت الجده كما يجب ان تكون. فما تقلقيش، هي موجوده جوه. هل التعليقات على الانترنت ضايقتك على لا بالعكس السوشيال ميديا وكلام لا لا ده؟ انا انبسطت، قلت الصيت ولا الغنى؟ هم شويه سمكره ولا دوكو يا اختي؟ ما فيش غيرهم يقطعني.